بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمتي تنحصر حول فضل صيام يوم عاشوراء، وسأورد في ذلك ثلاث أحاديث نبوية شريفة. الحديث الأول سيروه النسائي في السنن الكبرى عن أبي قتادة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، بمعنى الذنوب الصغار ديال السنة الماضية. وصوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمستقبلة. وهادشي كله تشجيع من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم بالعباد ديالو باش يكثروا من النقاط اللي هي الحسنات، باش يكونوا من الناس الصالحين اللي غادي بهذا الصالح ديالهم يسعدوا في الدنيا والآخرة. الحديث الثاني تروي لنا البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي في سننه وأحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، تيقلب يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. الحديث الثالث في واحد البشرى كبيرة، عود زيادة على هذه البشريات اللي خبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في سنن أبي داود. وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا يصوم عاشوراء؟ قال: ذلك صوم سنة، ذلك صوم سنة. فصيام عاشوراء سيعدل صوم سنة وسيكفر الذنوب ديال سنة. هادشي كله باش يشجعنا باش نصوموا هذا اليوم المبارك إن شاء الله. والسلام عليكم.